وللقاء مزيد من الأضواء حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد هشام القصاب عضو مجلس الشورى. سيد القصاب، وفي هذه الأثناء والبحرين تستضيف فعاليات الفورمولا 1، برأيك ما هو الدور الذي تلعبه سباقات الفورمولا 1 في إثراء مختلف جوانب التنمية في مملكة البحرين، خاصة وأن يعني مستمرون لمدة 20 عام من الاستضافة؟ أول شيء أشكرك على الاستضافة ومسي عليكم بالخير وعلى مشاهديكم الكرام. في البداية طبعا لابد من الإشارة أن مملكة البحرين تتمتع بمنظومة اقتصادية متكاملة، بمعنى أن الاقتصاد يعمل جنبا إلى جنب بمعية القطاعات الأخرى التي هي بدورها أيضا تضع التطور والنمو الاقتصادي نصب عينها، وكل جانب ليس يعني بمعزل عن الآخر. ومن هنا نقول أن الجهود التي بذلتها مملكة البحرين خلال 20 سنة الماضية بفضل توجيهات سيدي جلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه، والعمل الدؤوب لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه، سواء من خلال مجلس التنمية الاقتصادي أم من خلال مبادرات وبرامج العمل الحكومة الموقرة، استطاعت البحرين أن تجعل كافة مشاريعها وقطاعاتها تدفع يعني في نحو تحقيق النمو الاقتصادي، والذي ينعكس بالتالي على الازدهار وتقدم المملكة. طبعا مشروع الفورمولا 1 يعد من أحد المشاريع الرياضية الرائدة في المملكة وفي المنطقة يعني، ولا يقتصر أبدا على كونه مشروع رياضي فقط، بل هو مشروع رياضي اقتصادي متكامل يدعم الاقتصاد المحلي سنويا أكثر من 20 سنة. لما يتضمنه من فعاليات سياحية وترفيهية متنوعة تدعم الحركة السياحية المصاحبة لهذا الحدث الرياضي الكبير، ويضاعف هذا طبعا معدلات الإشغال والأعمال والقطاعات المساندة، منها الفنادق ومؤسسات الضيافة ومنتجعات ومراكز التسويق والخدمات اللوجستية والآخرة. وهذا كله ينعكس على الاقتصاد الوطني بالإيجابيات. واليوم احنا نتحدث عن استغلال هذا الحدث الرياضي في تنظيم العديد من الحملات التسويقية والأنشطة الترويجية لمملكتنا على مستويات الاقتصادي والاستثماري حتى السياسي. وهذا الأمر يرتبط أيضا بما تتمتع به المملكة من منظومة وتشريعات اقتصادية ورياضية قادرة على تحقيق الموائم والإدماج بين متطلبات كل القطاعات، بحيث يعني تنظيم تضافر الجهود من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن عبر النمو الاقتصادي المستدام. نعم، إذن سعادة السيد هشام القصاب عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.